متابعي صفحات قنوات ميديا ان تي في في مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج دي جي سبور. في عدد اليوم غادي نتحدثوا على اتفاقية الشراكة اللي وقعتها أمس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع المكتب الشريف الفوسفات وشركاء قطاع العاص الخاص لإحداث صندوق لتمويل مواهب كرة القدم المحلية. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا نستضيف الإطار الوطني حسن مؤمن. سي حسن مرحبا بك. شكرا، أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعينا الكرام. أهلا وسهلا. إذن في البداية سي حسن، اتفاقية الشراكة اللي وقعتها الجامعة أمس مع الشريف الفوسفات وباقي الشركاء الخواص، يعني شنو كتمثل بالنسبة لك هاد الاتفاقية اللي كتخص الاهتمام بالمواهب الصاعدة؟ طبعا هاد الشراكة جات لتجيب على واحد مجموعة تاع الأسئلة وكذلك نتعوض واحد النقص اللي هو الان كتعرفوا كره القدم الوطنيه على مستوى الاستثمار في الفئات الصغرى، لان كتعرفوا هذه السنوات الاخيره اغلبيه الفرق الوطنيه بدات كتعاني مشاكل كبيره على مستوى التمويل وعلى مستوى كذلك المشاكل والاستحقاقات والديون اللي عليها. وفي المطاف لقينا اغلبيه الفرق والله يكون في العون ديالها على انها دائما تحت ضغط الجماهير، تحت ضغط المحبين باش تحقق ايجابيه، باش تحقق ايجابيه انيه فكان ضروري خصك تستمر في الانتدابات. كتجي الان اخرى، وان في هذه السنه في هذه السنتين وهذه الثلاث سنوات الاخيره الفريق المغربي الوطن المغربي كيوصل العالميه وكيوصل نصف النهائي، كيجي كذلك هذه السنه وهذه الشهر وغادي يحصل على الميداليه في الالعاب الاولمبيه. جوج الاستحقاقات وهادو جوج تحديات كيفرضوا على المغرب على الان انه كيخصو يشتغل اكثر باش يحتفظ على هاد المرتبه ديالو، باش كذلك يكون مهيئ للاستحقاقات المقبله. كنعرفوا 2025 كاس افريقيا بالمغرب، كنعرفوا 2026 كاس العالم في امريكا وكاسي، كنعرفوا كذلك اكثر من هذا 2030 كذلك كاس العالم غادي ينضمان المغرب بشراكه مع إسبانيا والبرتغال. وبالتالي باش يمكن لك أنك تكون في مستوى التحدي وتستجب لهاد المتطلبات ولا هاد الشروط، فكان ضروري على أن المغرب كيخصو أنه يأخذ واحد الخطوة، خاصة الجامعة الآن فكرت جديا باش مع شركاء ديالها مع المكتب الشريف الفوسفات باش يحلوا هذاك المشكل التمويل والاستثمار في الفئات الصغرى. وكانت بادره اللي هي جيده كثيرا في هذه اللحظه بالضبط، لان المغرب على مستوى الماده الخام اللاعبين كاينه المواهب كثيره، كيبقى الان يجب صقلها باش تكون عندنا اضافه للبطوله الوطنيه المغربيه للفرق الوطنية اللي كتشارك داخليا واللي كتشارك على مستوى كذلك العصبة الاحترافية وكأس إفريقيا وكأس عربية، كذلك ليستجيب إلى الواجبات الوطنية، لأن كنعرفوا المنتخب الوطني المغربي الآن أغلبية اللاعبين الآن كلهم أبناء المهجر وهذا شيء جيد. فالوقت غادي يكون كذلك واحد العدد كبير من اللاعبين اللي هما تكونوا داخل البطولة الوطنية، فأكيد أن غادي يكون الاختيارات والقاعدة الاختيارات هي موسعة، وهذا شيء يثلج الصدر. واكيد النتائج غتكون ان شاء الله في ظرف ثلاثه سنوات خمسه سنوات جيده بالنسبه للجميع كره القدم الوطنيه عامه والمنتخبات الوطنيه خاصه. نعم سي حسن، يعني كاين 11 نادي يعني غادي يستفد من هذا التمويل، يعني استجب 11 نادي كيستجب لفترة التحملات باش يستفد من هذا التمويل هذا، يعني هاد الانديه هذه كيفاش خاصها تدبر وتستفد من هذا الاتفاقيه هذه، خصوصا كما ذكرت سي حسن ان هي فرصه واتيه لبعض الانديه اللي كتعاني ماديا مثلا في الانتدابات واللي ربما عليها ضغوطات كبيره وما كتعطيش الفرصه للشباب باش تبرز اكثر، خصوصا كما تفضلت ضغوط النتائج والمباريات. طبعا كنعرفوا الان وهذه سنوات وحنا كنا كنهضروا على تكوين اللاعب، الان ولات القاعده هي صناعه اللاعب، وكنعرفوا باللي الصناعه
كتحتاج لمواد خامه، كتحتاج لعنصر بشري مكون على اعلى مستوى، على متابعه لصيقه. وكان الان الاداره التقنيه الوطنيه عندها واحد المسؤوليه كبيره على مستوى اولا الاختيارات، العنصر البشري غادي يمكن له ينضم لهاد الملف تاع التكوين، والملف انا كنقول اكثر من هذا تاع صناعه اللاعب غادي يكون جيد كذلك، لان غادي يهز تاع اللاعب على واحد الفرق الوطنيه اللي كما كنقولوا دائما كانت في السنوات الاخيره العين بصيره واليد قاصره، لان واخا كانت كتبغي تستمر في التكوين فكان ضروري من موارد ماليه كبيره جدا الا بغيتي انك تستمر جيدا. طبعا بيزي الماده الخامه طبعا هي موجوده كيخص اللي غادي ينقب عليها، والامكانيه الملاعب الان الحمد لله المغرب الان خطا واحد الخطوه اللي هي كبيره في السنوات الاخيره على مستوى البنيه التحتيه، ونبقى على مستوى الاطر الكفاءه اللي يمكن لها تحمل هذا العيب. فطبعا كان كيصعب على الانديه باش انها تنتاد بواحد الاطار معين، وهي كتعرف على انها ما يمكنهاش تلبي الحاجيات ديالو الماديه، وبالتالي فكانت واحد المجموعه تاع الاطر الوطنيه كانت كتفضل مع الاسف انها تمشي تخدم فرق تاع العصبه، مثلا فريق تاع العصبه الاول او الهوات على انها تشتغل في الفئات الصغرى، وهذا شيء طبيعي يكون في عون الجميع. الفرق من جانب انها ما قداش انها توفر ديك السيلوله الماليه باش انها توفر تحظى وانها تنتد باحسن المؤطرين، ومن جهه اخرى حتى ذاك المؤطرين لا يكون في العون ديالهم، لان حتى هما كيشوفوا راسهم على انهم كيعيلوا العائله ديالهم، وبالتالي كيقلبوا على احسن الفرص. والان الحمد لله هاد الشراكات جات باش انها غادي تحل هاد المشاكل كلها باكملها. اكثر من هذا، فبما ان الاداره التقنيه الوطنيه مسؤوله على هذا الملف والمتابعه ديالو، في شخص كان على ما اظن زياده على المدير التقني الوطني، ولكن كان مباشره كاين فتحي جميل اللي هو عنده واحد التجربه كبيره من سنوات اللي هو قضاها على مستوى الاداره التقنيه الوطنيه، على مستوى تاطير فرق تاع الشباب في المغرب، وخاصه كان مازال كنذكروا 2005 اللي وصل فيها الفريق الوطني المغربي للنصف النهائي. اذا هذه كلها معطيات ما يمكن لها غير تكون في صالح تنميه كره القدم الوطنيه، في صالح تنميه هو اللاعب المحلي، باش اننا نشوفه مستقبلا انه كينافس على المكانه ديالو داخل البطوله الوطنيه وهو في سن صغير، لان مع الاسف لحد الان بما ان ما كاينش تكوين اللي هو جدي وما كاينش ممارسه على مستوى، فكتلقى مثلا لاعب عنده مازال 20 22 سنه وكنقول مازال لاعب شاب، الو في الوقت اللي حنا كنولينا كنشوفوا الان ان لاعبين الان مثلا خدينا غير الفريق الوطني الاولمبي لاعبين تاع 19 سنه كيلعبوا في بطوله احترافيه على يعني مستوى، شفنا خماس المستوى ديالو بلال خنوس هذه تقريبا 3 سنوات هو كيلعب مع المحترفين الكبار. اذا هذه خطوه اخرى اللي غادي يمكن انها تضاف لخطوات اخرى اللي دارت على مستوى الجامعه، ولكن كما قلنا الوصول الى القمه هو شيء ممكن، ولكن باش يمكن لك القمه كيخص يكون عندك استراتيجيات خطط جيده، كيخص يكون عندك بعد النظر وكان استثمار في الفئات الصغرى، شيء هو الشيء الوحيد واللي غادي يمكن له يعطينا لاعبين بمستوى كبير اللي غيمكن لهم يتو البطوله الوطنيه، وكيمكن لهم اذا يعطوا الاضافه على المنتخبات الوطنيه، وكيمكننا نفسه من خلال دمج هذه القاعده الجماهير تاع اللاعبين النخبه لا على مستوى الوطني وعلى مستوى اللاعبين اللي هما كيمارسوا في اوروبا، يمكننا نكونوا منتخبات اللي غادي تزيد تشرفنا، ويمكن لها تكون غادي تزيد تنافس على صفعه المغرب وتعطي قوه اخرى للنتائج اللي المحصل عليها الى الان. نعم سي حسن، بالإضافة لكل المعطيات اللي ذكرتها، كيفاش هذا الاتفاق مثل هذه الاتفاقيات اللي كتهم العناية بالمواهب وبالشباب أنها ربما تزيد في التنافسيات ديال المسابقات الوطنية في كل الأقسام؟ طبعا التكوين فيه يمكن نقولوا 3 حتى 4 المراحل. المرحلة كيبدا بالتنقيب، وتنقيب شيء اللي ضروري، لان الا درتي تنقيب جيد على احسن العناصر وانك ما هملتيهاش وعرفتي تختار نوعيه تاع اللاعبين كتضمن تقريبا بين 40 حتى 50% من التكوين تاع اللاعب، كتجي ديك بين بين بين, بين نقولوا بين 50 ولا حتى 60%
من تكوين داخل هذه المؤسسات هذه الأكاديميات، فطبعا كتعطينا واحد الجانب داخل التكوين والتدريب اليومية كنضيفوا لها، اللي هو شيء مهم بزاف، هي نوعية تاع الممارسة، نوعية تاع المقابلات اللي غادي يكون كيجريوها، والعدد المقابلات اللي غادي يكون كيجريها كل لاعب في سن معينة طيلة الموسم، لان تبان على اعلى مستوى، على انك باش يمكن لك توصل لمستويات عالية، فكيف في الإذ فزيادة على التنقيب الجيد، زيادة على التدريب الجيدة، فضروري من بطولات اللي تكون كتلعب على الاقل 30، كتعطي 30 مقابله للاعب سنويا، بالاضافه طبعا الى المقابلات الحبيه وما جاورهم. وبالتالي فهاد العمليه اللي وهاد الشركه الان فهي كتبحى واحد التنظيم اللي غادي يكون صارم، وعندي اليقين وعندي ثقه في المسؤولين على هاد الملف الان اللي غادي ارض الميدان، ان القادم ايكون وهاد اللاعبين ان شاء الله غادي يمكن لهم يعطيو الاضافه الفرقيه ديالنا، ويمكن لهم يهزوا المشعل ديالها. هذا غنشر اللاعبين كتاتت كذلك مع المنتخبات، ولما لا المنتخب الاول، ولما لا نشوف واحد عدد كبير من اللاعبين كيمشي كيحتاف في اوروبا، لان عاوتاني ممارس على مستوى اوروبا المستوى اخر ثالث اللي غادي يمكن ليه الزقاع تاع داك اللاعب والمستوى ديالو، بالاضافه طبعا المنتخبات الوطنيه اللي كتعطي الاضافه كبيره لكل لاعب، سواء تكون داخل المغرب او في المدارس الاوروبيه، وهذا كله ممكن له غير يعطي الاضافه للجميع، ويمكن له غير يزيد يعطينا قوه على مستوى المنافسه القاريه والعالميه. نعم سي حسن، إذا سمحت لي نقرب المتابعين أكثر حول المعطيات أو البرنامج لكل نادي، ربما نادي غادي يتبعوا في هذه العملية ديال تأطير المواهب. كاين يتعين على كل نادي مستفيد يسجل 20 لاعب في كل فئة عمرية، وكل نادي غادي يشارك بتسعة فرق، أربعة فرق في فئة الذكور في المنافسات الوطنية في فئة أقل من 16 و17 و18 و21 سنة. وكاين أيضا سي حسن فرق فئة الذكور في المنافسات المحلية والإقليمية في فئة أقل من 13 و14 و15 سنة. كذلك كاين الاستفادة ديال يعني فئة نسويا، نقولوا فريقا نسويا في المنافسات المحلية في فئتي أقل من 13 و14 سنة. اللجنة المنظمة في عملية التنقيب داخل الأندية غادي تسهر على توفير حصة إلى حصتين تدريبيتين لأي فئة عمرية يوميا. هذه المعطيات كلها سي حسن يعني اللي ذكرتها الآن واللي تفضلتي قبل كوجهة نظر تقنية، سي حسن متى يمكن جني ثمار هذا يعني هذا العمل الكبير وهذا الورش الكبير؟ طبعا هي مستويات تاع الجانية، فبحال واحد الشجره ملي كنغرسوها من بعد واحد 3 سنين و4 سنين و5 سنين كتبقى تعطينا الثمار الاولى، ولكن كلما زاد عمر الشجره من بعد 5 سنين كتولي الثمار اكثر وكتكون المردوديه اجمل. حنا الان كاينه واحد مجموعه تاع الفئات، فذكرتوا اقل من 13 سنه و14 سنه و15 سنه و16 سنه و18، فهادو كلهم فئات. مثلا خدينا 18 سنه، الى كانت فرصه على ان توجدت وتنقبات ولقينا عناصر اللي هي جيده وعندها بعض الامكانيات اللي جيده، فاكيد على ان الصقل ديالها يمكن ان ما غتعطيناش ثمار كثيره، ولكن غتعطينا بعض العناصر اللي كيمكن لها انها تفرض راسها على المستوى الوطني، وربما غادي قد تكون مفاجات، لان في هذه الفئه اللي يشتغل بزاف في هذه الفئات الصغرى راه دائما كيتفاجئ في لحظه من اللحظات ان كيلقى شي عنصر اللي هو مفاجاه. هذا اللي كنتمناو طبعا على المستوى القريب. على المستوى المتوسط طبعا كتجي الفئات تاع اقل من 16 سنه من 15 سنه، وهذه غادي تكون كتستافد اكثر، لان السنوات تاع التكوين كتزداد. مثلا اللي غادي يكون عنده 15 سنه غادي تكون عنده حتى تقريبا حتى 5 سنوات تاع التكوين، وهذا جيد بالنسبه ليه. وكلما اخذنا هذاك الطفل في واحد المسن اللي هو ناقص،
مثلا اقل من 13 سنه، قد ما غيستافد اكثر غتكون عنده بين 6 سنين 7 سنوات تاع التكوين. اذا هذه المساله راه ولات كما قلت انا راه ولات صناعه وتطورت بواحد الطريقه اللي هي مهوله. فمثلا اللي خدينا بعض الرياضات مثلا في الجيمناستيك باش يمكن لك تكون بطل، خاصه في العنصر النسوي، فكيخصك تكون بديتي الجيمباز في 3 سنين 4 سنوات، لانك خصك 10 سنوات في الحلقه باش كتوصل للمستوى الاولمبي. يبيع معنى ان دابا في لا جيمناستيك كنلقاو 13 سنه 14 سنه راهم حاملين لقب اولمبي، بمعنى انك خصك 10 سنوات. اذا ملي غتاخذها ثاني المتابعه اللي غادي تكون ماشي فقط اقل من 13 سنه، راه غتكون اقل من 11 من 12 غير. وكان دابا الان الملف الاول اللي غادي يمكن لهم مفروض على جميع الانديه الوطنيه اللي غادي تستافد من هذه الشراكه. فطبعا عندنا واحد السن معين الان، ولكن عندي اليقين في المستقبل ان شاء الله مازال غادي يشتغلوا وغادي تحول هذا الملف كذلك الى الاطفال لا العنصر النسوي ولا الذكوري لاقل من 11 سنه اقل من 10 سنوات. لان الا بدينا في 8 سنوات فبدون شك ان بين 16 18 سنه اللاعب غيكون سالت من سنين تاع 10 سنوات تاع التكوين. وهذا مساله اللي ولينا كنشوفوها الان كينهجوها بزاف تاع المدارس الكرويه عالميا. حنا الحمد لله راه كاين عندنا واحد ما نساوش باللي هذه غير المجموعه اللي غادي يمكن لها تستافد من هذه الشراكه، ولكن جميع الفرق الوطنيه راه عندها مدارس اللي كتبدا سنين 6 سنين، بمعنى انها راه اذا اشتغلت جيدا كذلك وكانت تتبع وكانت توجيه، فاكيد ان غادي تكون واحد المرحله الاولى على مستوى تلقين المبادئ الاولى لكره القدم وادماجهم في المنظومه الكرويه من بين السنين 12 سنه 13 سنه. بمعنى راه هنا واحد السنين 7 سنين اللي غادي يمكن يستافد منها الطفل. وبالتالي فهذه حلقات هي مترابطه في بينها، وبالتالي فما يمكنناش نقزو واحد الحلقه دون اخرى. اذا الاطفال يشتغلوا من سنه فمن بعد عندهم حق باش انه يشتغلوا، اللي هما التحقوا الان عندهم بين 16 18 سنه. طبعا ما غاديش تكون سنوات ما تكونش كثيره، ولكن اكيد غيكونوا خداو على الاقل بعد في السنوات الاخيره، ولو انها ما كانش اهتمام اكبر ما كانش امكانيات ماديه. ملي كنقولوا الاهتمام فما ليس فقط على مستوى الحصص التدريبيه، ولكن كذلك على مستوى التغذيه، على مستوى المتابعه الدراسيه، على مستوى بزاف تاع المتابعه الصحيه. وهذه كلها امور مع حد انها كنشوف في التحملات الان اللي توقع بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وبين المكتب الشريف الفوسفات وفرق اخرين، في انتظار طبعا ان نشوفوا بزاف تاع الشركاء انهم كينزلوا الميدان وكياخذوا حدو هذه الاتفاقيه الاولى باش هاد الشركات تعم اغلبيه الفرق الوطنيه المغربيه وجميع المناطق المغربيه. نعم سي حسن، وفي انتظار ايضا ان الجميع الانديه الوطنيه تنخرط في هذا المشروع الكبير وتستجب الدفتر التحملات باش يعني ترجع بالنفع عليها مستقبلا. سي حسن، وصلنا لنهايه هذا العدد من برنامج دي جي سبور، كنشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات اللي استفدنا منها جميعا حول هذه اتفاقية الشراكة بين الجامعة ومكتب الفوسفات وباقي شركاء قطاع الخواص. شكرا جزيلا لك سي حسن. مرحبا سي فيصل، والحمد لله على هذه المبادرة ومن تعلق لكرة القدم الوطنية إن شاء الله، ومن الإنجازات ومن الشراكات إن شاء الله. شكرا جزيلا سي حسن، والشكر موصول لكم أيضا متابعينا الحسن المتابعة. نلقاكم في موعد آخر بإذن الله، في أمان الله.